أولادي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بيكم. النهاردة هنبتدي مع بعض أول فيديو في المنهج الجديد بتاعنا. المنهج بتاعنا سهل وبسيط، عبارة عن وحدتين. الوحدة الأولى اسمها ما النظام، يعني هتعرفني يعني ايه كلمة نظام. في المفهوم الأول هناخد مثال على النظام، ده اسمه الخلية، فالمفهوم بتاعنا اسمه الخلية كنظام. طيب تعالوا نبتدي الأول، يعني إيه كلمة نظام؟ نظام يعني مجموعة عناصر هتشتغل مع بعض عشان تؤدي وظيفة محددة. طب عشان أفهمها تعالوا ناخد عليها مثال جسم الكائن الحي، زي جسم الإنسان، جسم الحيوان، أو جسم النبات. جسم الكائن الحي يعتبر نظام، ليه؟ لأنه بيتكون من عناصر، العناصر دي عبارة عن أنظمة أصغر منه بتشتغل مع بعض عشان تعمل وظيفة واحدة، وهنفهم يعني إيه دلوقتي. طيب الأنظمة اللي بتمثل أو اللي بتكون لي جسم الكائن الحي زي مثلا جسم الإنسان، ولنفرض هو جسم الإنسان، هقدر أقسم الأنظمة الأصغر دي أو أقدر إني أنظم العناصر دي في 5 مستويات. أول حاجة خلية، بعد كده نسيج، بعد كده عضو، بعد كده جهاز، بعد كده جسم الإنسان. طب إزاي وليه عملتها بال5 مستويات دول؟ تعالوا نشوف. لو جيت قلت جسم الكائن الحي، جسم الكائن الحي ده نظام كبير بيتكون من أنظمة أصغر منه اسمها أجهزة. طيب جسم الكائن الحي بتاعنا ده الأجهزة اللي جواه زي إيه؟ زي الجهاز الهضمي، زي الجهاز التنفسي، زي الجهاز العصبي، زي الجهاز الدوري، زي الجهاز الإخراجي. كل دي أجهزة، أنظمة أصغر من الجسم علشان تشتغل مع بعض وتعمل حاجة واحدة بس، وظيفة واحدة. هي إيه؟ إنها تساعد على بقاء الكائن الحي عشان يقدر يعيش. يبقى أول نظام عندي النظام الأساسي اللي هو الجسم كله بيتكون من أنظمة أصغر اسمها أجهزة. طب لو مسكت جهاز واحد زي مثلا الجهاز الهضمي هلاقيه بيتكون من أنظمة أصغر منه، يبقى الجهاز ده يعتبر نظام بيتكون من أنظمة أصغر منه اسمها أعضاء. زي مين؟ زي الجهاز الهضمي بيتكون من المريء، المعدة، الأمعاء، كل دي أعضاء بتعمل إيه؟ بتشتغل مع بعض. طب ليه بتشتغل مع بعض؟ عشان تؤدي وظيفة واحدة، وهي وظيفة الجهاز ده لو هو جهاز هضمي يبقى كلها بتشتغل عشان في الآخر توصلني إني أهضم الأكل اللي أنا باكله، يعني خلصت لي عملية الهضم. طيب لو أنا مسكت عضو واحد من الأعضاء دي هيت، ولنفرض المعدة، هلاقيها بتتكون من مجموعة من الأنسجة المختلفة اللي هتشتغل مع بعض عشان تعمل لي الوظيفة بتاعة العضو ده اللي هي المعدة. يبقى مجموعة الأنسجة اشتغلت عشان تعمل لي وظيفة العضو اللي هي بتكونها، يبقى دي أنظمة أصغر كونت لي نظام اسمه العضو. يبقى العضو بيتكون من مجموعة من الأنسجة المختلفة. طب أنا هاخد نسيج واحد بس، هلاقيه بيتكون أكيد من أنظمة أصغر منه، وهي عبارة عن خلايا متشابهة ليها نفس الشكل ونفس الوظيفة. يعني بصوا كده، ده نسيج، ونفرض أنا قلت المعدة فيها أنسجة مختلفة، هاخد نسيج واحد هبص عليه ألاقيه عبارة عن مجموعة من الخلايا، الخلايا دي كلها ليها نفس الشكل وليها نفس التركيب وبتشتغل نفس الوظيفة اللي هي وظيفة النسيج اللي هي بتكونه. يبقى معنى كده إن الخلايا هي أصغر نظام موجود في جسم الكائن الحي اللي بتبني الجسم بتاعنا كله. يبقى أنا أقدر كده أقول إن إيه هما ال5 مستويات؟ أقول أنا عندي أصغر نظام هو الخلية. طب مجموعة خلايا مع بعض بتبني لي إيه؟ بتبني لي نسيج. طب مجموعة أنسجة مختلفة هتبني لي إيه؟ هتبني لي عضو. طب مجموعة أعضاء متركبة جنب بعضها وبتشتغل مع بعض هتديني الجهاز بتاعي. طب مجموعة أجهزة هتديني جسم الكائن الحي كله اللي هيقدر يعيش ويتكيف في البيئة اللي هو عايش فيها. تمام يا ولاد؟ طيب أنا عندي نوعين من الخلايا، الخلايا الحيوانية دي اللي موجودة في جسم الإنسان والحيوان، والخلايا النباتية اللي موجودة في جسم النباتات. طيب
معنى كده ان الأنظمة بتاعتي ممكن تكون كبيرة او أنظمة صغيرة. في أنظمة كبيرة جدا اكبر كمان من جسم الكائن الحي، زي ايه؟ زي النظام البيئي اللي احنا عايشين فيه. البيئة اللي احنا عايشين فيها ده تعتبر نظام، بتتكون من مجموعة أنظمة بتشتغل مع بعض عشان تؤدي وظيفة النظام ده. ممكن النظام يكون حاجة صغيرة جدا جدا زي الخلية اللي بنقول عليها اصغر الأنظمة الحية. وفي الدرس النهاردة مفروض ان احنا نعرف ازاي الخلية دي تعتبر نظام. هل معنى كده انها بتتكون من مجموعة من العناصر اللي هتشتغل مع بعض عشان تعمل لي وظيفة اللي هي وظيفة الخلية؟ بالظبط كده، وده اللي هنقدر نعرفه في اخر المفهوم ان شاء الله. طيب ايه هي السمات او الخصائص بتاعت الخلية؟ الخلية احنا عرفنا انها اصغر الانظمة الحية، فبقول عليها هي وحدة بناء الكائن الحي، يعني اصغر حاجة في جسم الكائن الحي. الطوبة اللي بتبني جسم الكائن الحي هي مين؟ هي الخلية. زي ما لما بيكون عندي كده جدار او حيطة بيبقى ايه اللي بيبنيها؟ الطوبة، فبسمي الطوبة دي وحدة بناء الحائط دوت. نفس الكلام جسمنا او جسم النبات او جسم اي كائن حي، ده عبارة عن نظام ليه طوبة بتبنيه. الطوبة دي هي الخلية. لو هو جسم انسان او حيوان بتبقى خلية حيوانية، لو هو جسم النبات بتبقى الخلية النباتية. معنى كده ايه؟ ان الخلية هي الوحدة الاساسية لبناء الحياة على سطح الارض. ليه؟ لانها وحدة بناء الكائن الحي اللي هو اساس الحياة على سطح الارض. طب هل لو انا بصيت على ترابيزة او على قلم او على مثلا كرسي هلاقي فيه خلايا؟ لا طبعا. ليه؟ لانها اشياء غير حية. والاشياء الغير حية زي الهواء، زي المية، زي التربة، الحاجات دي كلها عناصر او اشياء غير حية، ما بتتكونش من خلايا، بس هي الكائنات الحية اللي بتتكون من ايه؟ من خلايا. يبقى كل الكائنات الحية بتتكون من خلايا، بس ايه الاختلاف؟ ايه اللي خلى الكائنات الحية مش شبه بعضها؟ اللي خلاها مش شبه بعضها ان الخلايا بتختلف عن بعضها من حيث العدد، من حيث الحجم، من حيث الشكل، من حيث التركيب، اعتمادا على وظيفتها. يعني هي هتختلف في شكلها وفي تركيبها عشان تعمل وظيفة محددة. كل خلية هتعمل وظيفة معينة لازم ليها شكل وتركيب معين، يبقى هتختلف في الشكل والتركيب على حسب وظيفتها. طيب تعالوا نشوف اول حاجة اختلاف الخلايا من حيث العدد. من حيث العدد انا قسمت الكائنات الحية بتاعتي، يعني من حيث درجة تعقيد التركيب. يعني ايه درجة تعقيد التركيب؟ تركيب الجسم ده من كام خلية؟ هقسم الكائنات الحية لنوعين. نوع اسمه كائنات حية بسيطة وحيدة الخلية. يعني ايه وحيدة الخلية؟ دي كائنات صغيرة جدا جدا، جسمها كله عبارة عن خلية واحدة بس، زي البكتيريا. بصوا كده، هو انتوا تقدروا تشوفوا اي بكتيريا في الهواء او على ايديكم؟ لا. طب ليه؟ عشان البكتيريا دي كائنات بنسميها كائنات بسيطة وحيدة الخلية، يعني جسمها كله عبارة عن خلية واحدة بس، زي الصورة اللي قدامكم دي كده. شايفين؟ هو ده جسمها كله، هي الخلية الواحدة. وعشان الخلية دي حاجة صغيرة جدا فاحنا ما بنشوفهاش خالص بعنينا. طب ايه النوع التاني من الكائنات؟ الكائنات بقى المعقدة او اللي بنسميها عديدة الخلايا، زي الانسان والنباتات والحيوانات، كل دي كائنات بنسميها عديدة الخلايا. ليه؟ لان جسمها بيتكون من العديد من الخلايا. لو جينا بصينا مثلا على جسم الكائن الحي زي الانسان، هلاقي الانسان بتاعنا ده جسمه بيتكون من 40 تريليون خلية. يعني ايه 40 تريليون خلية؟ التريليون ده يعني مليون مليون. تخيلوا بقى جسمنا عديد الخلايا ازاي؟ طيب هو انا ازاي، انا كنت بيبي صغير، ازاي جسمي عمل نمو كبر وبقى زي بابا مثلا او ماما؟ جسمنا كبر ازاي؟ جسم الكائن الحي بينمو عن طريق زيادة عدد الخلايا اللي بتكون كل جزء في جسمه، مش بزيادة حجمها. يعني الخلية بتاعتي، خلايا جسمي مش هتقعد تكبر تكبر وتخليني أطول، لأ.
والا كنا هنقدر نشوف الخلايا بتاعت جسمنا، لكن احنا ما بنشوفهاش. طب ليه الخلايا؟ بصوا كده للصوره اللي قدامكم، شايفين هتلاقوا عدد الخلايا عمال يزيد، الخليه بقت 2 بقت 4 بقت 8، يعني الخلايا في جسمي كل ما اكبر. هي انا بنمو ازاي؟ النمو معناه زياده عدد الخلايا اللي بتكون جسمي، مش حجمها بيكبر، هي ما ولا بتكبر ولا بتصغر، هي ايه اللي بيحصل فيها؟ عددها بيزيد. وعشان كده هتلاقوا دايما ان اجسام الكائنات الكبيره زي مين؟ زي الفيل، عدد الخلايا فيها اكبر بكتير من عدد الخلايا في الكائنات الصغيره زي النمله. هتلاقوا مثلا ان الطفل الصغير عدد الخلايا في جسمه اقل بكتير من عدد الخلايا اللي موجوده في جسم بابا او مامته. ليه؟ لانه بينمو بيكبر. يعني بينمو او بيكبر؟ يعني جسمه الخلايا اللي بتكونه عمال عددها يزيد. طب يعني ايه عددها بيزيد؟ يعني بتتكون خلايا جديده. طب الخلايا الجديده دي جت منين؟ من خلايا هي اصلا كانت موجوده. انا كان عندي خليه، الخليه دي عملت منها نسخة شبهها بالظبط، بصوا كده كأني ورقة وصورتها. مش أنا ينفع الورقة أصورها مثلا 100 نسخة صح ولا لأ؟ كلهم شبه بعض، يبقى أنا زودت عدد الورق. نفس الكلام الخلايا في جسمنا بتعمل، كل خلية بتعمل منها نسخة، فلاقي الخلية بقوا 2، الاتنين بقوا 4، الأربعة بقوا 8، وهكذا. فتفضل الخلايا في جسمي تزيد لحد ما أنا أفضل كده أكبر وجسمي يبقى زي جسم بابا أو ماما. تمام يا ولاد؟ يبقى الخلايا زاد عددها ازاي؟ بان تكون خلايا جديدة. جت منين؟ من خلايا كانت فعلا هي موجودة في جسمي، وعشان كده جسمي حصل فيه نمو او انا كبرت. خلاص يا ولاد؟ بصوا كده يبقى جسم الانسان ده بيتكون من 40 تريليون خلية. جم منين الـ40 تريليون دول؟ ده انا كنت بيبي صغير خالص. جم من تكوين الخلايا الجديدة. طيب ده كده من حيث العدد، يبقى كده عدد الخلايا في الكائنات الحية مختلف. طب من حيث الشكل، هلاقي ان شكل الخلايا بيختلف بين الكائنات الحية. يعني لو بصيت مثلا على خلية جبتها من حيوان او من الانسان، هلاقي شكل فيه الخلية اللي هي الحيوانية بالشكل ده. طب لو جبت نبات وخدت منه خلية، هلاقي شكلها كده. فهبص هلاقي ان الشكل بتاع الخلية الحيوانية مختلف عن شكل الخلية النباتية. طيب جوه الكائن الحي الواحد، يعني جوه الانسان نفسه او جوه الحيوان نفسه، هلاقي شكل الخلايا بيختلف من مكان لمكان جوه جسمي. ايه ده؟ معقولة؟ طبعا جسمي بلاقي فيه اشكال مختلفة من الخلايا. ممكن الاقي خلايا زي اللي بشاور عليها دي اللي هي خلايا العضلات، ممكن الاقي خلايا زي دي اللي هي الخلايا العصبية، ممكن الاقي خلايا زي الخلايا دي اللي هي خلايا الدم. يبقى جسمنا فيه اشكال مختلفه من خلايا، بالرغم ان انا جسمي هو جسم كائن حي واحد، الا اني حتى جوه الجسم ده اشكال الخلايا بتختلف. ليه؟ لان الخلايا العصبيه ليها وظيفه غير خلايا العضلات، غير وظيفه خلايا الدم. يبقى عشان هي مختلفه في الوظيفه او ليها وظيفه محدده عايزه تعملها، شكلها مختلف عن الخلايا التانيه اللي موجوده في جسمي. يبقى احنا خدنا كده الاختلاف من حيث العدد ومن حيث الشكل. طب من حيث الحجم، حتى الحجم كمان الخلايا مختلفة فيه. اغلب الخلايا او معظمها هي صغيرة جدا جدا، ما اقدرش ان اشوفها بعناية، بس مش كلها، هلاقي كده في حاجة كده لوحدها اقدر اشوفها بعناية هقول لكم عليها، لكن الغالبية العظمى ان الخلايا صغيرة جدا جدا جدا. طيب مين الخلية الوحيدة اللي كبيرة قوي فأقدر أشوفها بعناية؟ بيضة الطائر غير المخصبة، اللي هي البيضة بتاعت الطائر اللي ما فيهاش كتكوت، اللي مش هتفقس بمعنى أصح، دي اسمها بيضة غير مخصبة. دي البيضة كلها عبارة عن إيه؟ خلية واحدة. مش أنتوا لو قشرتوا البيضة هتقدروا تشوفوها كلها على بعضها صح ولا لأ؟ طب أنا شفتها بعناية ليه؟ لأن البيضة دي عبارة عن خلية واحدة كبيرة، فعشان كده أنا قدرت أشوفها بعناية. طيب لكن باقي بقى كل الخلايا اللي غير البيضة دي، هي دي خلايا صغيرة جدا جدا. بصوا كده في جسمكم، هل هتشوفوا الخلايا اللي فيها؟ لا. ليه؟ عشان هي خلايا صغيرة جدا جدا، زي الخلايا الحيوانية والنباتية، صغيرة لدرجة ان طولها بيبقى ما بين
واحد من عشرة لخمسة من ألف ملي متر. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني اصغر من حباية الرملة. عارفين حبة لو جبتوا رملة وطلعتوا حباية واحدة بس منها انتوا عينيكوا شايفاها بالعافية. تخيلوا ان طول الخلايا الحيوانية او النباتية بيبقى اصغر من حباية الرملاية دي هي. طب هل في كائنات كمان اصغر من الخلايا الحيوانية والنباتية؟ اه طبعا، البكتيريا. البكتيريا كلها عبارة عن جسمها كله هي خلية واحدة بس، والخلية دي اصغر كمان من الخمسة من الف مليمتر. عارفين يعني ايه؟ يعني دي حاجة صغيرة جدا جدا جدا، وعشان كده احنا ما نقدرش نشوف البكتيريا خالص. تمام يا ولاد؟ طيب يبقى عين الانسان ما تقدرش تشوف الحاجة غير اللي طولها أكبر من كام؟ أكبر من واحد من عشرة ملي متر. طب ده أنا عندي الخلايا أصغر من كده، فعشان كده ما بنشوفهاش بعينينا. طب أعمل إيه؟ بستخدم جهاز اسمه الميكروسكوب. يبقى الميكروسكوب ده جهاز يقدر يخليني أشوف الحاجات اللي طولها أقل من واحد من عشرة ملي متر، يعني اللي طولها أصغر من طول حباية الرملة زي الخلية الحيوانية أو النباتية أو زي اللي أصغر منها اللي هي البكتيريا. كل ده أقدر أشوفه تحت الإيه؟ تحت الميكروسكوب. طيب آخر حاجة، الاختلاف في تركيب ومكونات الخلية. أنا كنت قلت لكم قبل كده إن الخلايا جوه جسم الكائن الحي الواحد، يعني جوه جسمي أنا، بلاقي أكتر من شكل من الخلية. قلت لكم ليه؟ لأن كل خلية من دول، الخلية العصبية ليها وظيفة، الخلية الدم ليها وظيفة، يبقى هما بيختلفوا في الوظائف بتاعتهم، فبالتالي التركيب والمكونات بتاعت الخلية هتختلف على حسب وظيفتها. طيب هلاقي معظم الخلايا فيها نواة. النواة دي هي جسم كده موجود او تركيب موجود جوه الخلية، وهنعرف بعدين ايه وظيفته. يبقى النواة دي تركيب موجودة جوه اغلب الخلايا ما عدا بعض الخلايا زي خلايا الدم الحمراء. بصوا كده، دي خلايا عادية اهي، هلاقي في النص الجسم اللي لونه احمر الكبير ده، دي نواة، ودي موجودة في معظم الخلايا. لكن خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء اللي موجوده في دمنا، اللي ماشيه في دمنا، دي خلايا عديمه النواه، ما فيهاش اي نواه. تمام يا ولاد؟ يبقى كده اهو التركيب حتى جوه جسمي في خليه تركيبها ومكوناتها اختلفت عن خليه تانية. الغلاف. الغلاف يعني الاطار اللي محوط بالصوره من بره. طيب انا عندي الخليه بتاعتي، الخليه بتاعتي في جواها مكونات، مين اللي بيشيل المكونات دي؟ انا لو معايا دلوقتي كتب المدرسه ورايحه المدرسه بشيل حاجتي كلها جوا الشنطه. طب فين الشنطه بقى اللي شايله كل مكونات الخليه؟ الغلاف او الطبقه اللي محيطه بالخليه بتاعتي اللي اسمها غشاء الخليه. كل الخلايا في جميع الكائنات الحية بتحاط من بره بغلاف اسمه غشاء الخلية. طب ما هو ادي قلت لي يعني كلها عندها غشاء، ايه الاختلاف؟ هقول لك، الخليه النباتيه ربنا حط لها حاجه زياده مع غشاء عشان تحميها اكتر، حاجه اسمها جدار الخليه اللي هو الجزء اللي بره ده، شايفينه؟ يعني انا عندي بصوا الخط ده اسمه غشاء الخليه، هتلاقوه موجود جوه اهو كمان، بصوا فين اهو الخط الاخضر الفاتح ده. يبقى في الخليه الحيوانيه والنباتيه الاثنين عندهم غشاء الخليه، لكن الخليه النباتيه فيها حاجه زياده، ان فيها من بره حاجه صلبه تحميها اسمها جدار الخليه، جدار الخلوي ده او جدار الخليه مش موجود غير في الخليه النباتيه عشان يحميها. تمام يا ولاد؟ يبقى احنا كده عرفنا النهارده ان النظام ده عباره عن مجموعه من العناصر اللي هتشتغل مع بعض لتؤدي وظيفه معينه، وشفنا مثال جسم الكائن الحي والخمس مستويات اللي بتكونه، اخذنا منهم المستوى اللي هو اصغر نظام للكائن الحي اللي هو مين؟ اللي هي الخليه اللي بتبني جسم الكائن الحي، وعرفنا ايه الاختلافات او ايه الخصائص اللي بتميز الخلايا عن بعضها في الكائنات الحيه من حيث العدد او الشكل او الحجم او التركيب بتاع الخليه. بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، تابعوني عشان نكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع